مساء الفل، معاكم محمد يونس، فيديو جديد لايف جديد. طبعا بالتاكيد هنتكلم عن مباراه اللي شغله الشارع المصري كله، مباراه نادي الزمالك مع نهضه بركان في ملعب البلدي في مدينه بركان في المغرب. اول حاجه لفتت نظر يا جماعه، التصوير النهارده سيء جدا. تحس ان انت دي دوره رمضانيه او دوري مراكز شباب او دوري الدرجه الرابعه عندنا في مصر. تصوير سيء جدا جدا جدا، يعني ازاي على قناه كبيره زي دي ويكون طبعا تصوير بالسوء ده؟ المخرج كمان يعني انا من وجهه نظري ما عندوش اي فكره عن الاخراج، ما مش معيشنا المباراه، الكرة اصلا ما تعرفش هي فين في انهي اتجاه، كمان حركه الكاميرا مان او حكم حركه طبعا متخصصين بالكاميرا بطيئه جدا جدا جدا، ما بنشوفش الهجمه طبعا يا جماعه غير وهي لا اما مردوده من الدفاع، يعني بالصدفه بتشوف الهجمه، فالتصوير سيء جدا 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 بكل المقاييس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها النهارده، شابوه لجوزيه جوميز في حاجه واحده بس، اللياقه البدنيه يا جماعه، ان الزمالك واقف على رجله بشكل مميز. طبعا البدايه عشان في لعيبه كتير ما عندهاش خبرات، منها محمد عواد اللي بيفتقر شيء كبير جدا من الخبره. النهارده لو الشناوي مكانه او مصطفى شوبير او جبل او اي حارس عنده خبرات بصراحه كان يكون افضل من كده بكتير. الجولين انا شايف ضرب الجزاء حتى الاولى يعني اترمى بدري قوي قبل ما المدافع يحط الجول، والكره الثانيه سهله جدا وضعيفه وكان بسهوله كان ممكن يعمل التراي بدري ويطلع الكوره بشكل افضل من كده. طبعا ما عندوش ثبات انفعالي بشكل مميز، خايف قلقان مش واقف على مشط رجله، فما كانش مد وضع الاستعداد يا جماعه ان هو يطلع الكوره من المرمى. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها نهضه بركان، يعني شايف من وجهه نظري اللعيب رقم 7 هو اللي لعب كويس، وده من السهوله قوي قوي ان انت توقفه بلعيب حريف زي احمد ابو الفتوح، تلعب زيزو ناحيه الشمال. لو مصطفى شلبي النهارده كان موجود كان فرق جدا مع نادي الزمالك. ما عندهمش حد انا شايفه متميز قوي بالنسبه لفريق نهضه بركان. حجي برضو لما نزل الى حد ما حب يعمل اي وضع من وضع الخطوره على نادي الزمالك. هو فريق كويس بس مش فريق خطر. فريق هجوميا عليه علامات استفهام كتير. دفاعيا لعيبه بطيئه وفي الكرات العرضيه مش قد كده. فنادي الزمالك مع سرعات زيزو، مع عوده شلبي، مع عوده شيكا، مع عوده لعيبه كتير في نص الملعب، نادي الزمالك هيكسر الدنيا. عايز اتكلم كمان بالنسبه لمحمد شحاته النهارده، انا من وجهه نظري اللعيب ده يا جماعه لعيب متميز جدا، لان اللعيب بيدافع وبيهاجم بنفس الكفاءه، البساط بتاعه بشكل مميز جدا، عنده تنوع في طريقه لعبه. النهارده كمان شفنا احمد حمدي في نص الملعب مركز بوكس تو بوكس او سنترال ميدفيلدر، هايل جدا 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 جدا، لعيب مميز، لعيب كبير جدا. عايز اتكلم كمان بالنسبه للجزيري، دايما بيبان في المباريات الكبيره، بان مع النادي الاهلي، بان النهارده مع نهضه بركان، بان في اكتر من مباراه بشكل مميز. علامه استفهام النهارده من وجهه نظري بالنسبه لي جوزيه جوميز، هو يعني التشخيص او لعب سامسون اكينولا في وضع غير وضعه. سامسون بيلعب لا اما مهاجم صريح لا اما شادو سترايكر تحت المهاجم او ظل المهاجم، ما بيلعبش على الاطراف لان هو لعيب قوي بيستلم تحت ضغط، لعيب بصير شويط بيلعب بدماغه كويس، بيخبط بيجري بيستلم تحت ضغط، فلعيب امكانياته تتيح له ان هو يلعب لعيب تارجت مين او تحت راس الحربه، مش كرقم 10 كرقم 9 ونص النص شادو سترايكر. الكور السقطه من الجزيري، لان الجزيري متميز جدا في الكرات الهوائيه، فانا شايفه النهارده كان بيلعب في مكان غير مش في مكان، على عكس طبيعه الجيم بالنسبه لي طريقه لعبه. دي رقم واحد. رقم اتنين اللي عايز اتكلم فيها كان من وجهه نظري ناصر منسي كان لازم ينزل بدري شويه. ناصر منسي كان لازم ينزل بدري. ناصر بيخربش، هجام، بيخبط، لعيب كان ممكن يعمل لك يجيب لك ضرب جزاء، يعمل لك فاول على حدود المنطقه، يلعب بدماغه بشكل كويس، كره ثابته يعني يتالق فيها، فكان المفروض يكون بدري. بس اللي انا اقوله مجمل المباراه، اداء الشوط الثاني من نادي الزمالك فوق الممتاز. طيب احنا كده بالنسبه لي الماتش في استاد القاهره، التذاكر كلها يا جماعه نفذت، السعه الاستاد كامله 80,000 متفرج زملكاوي محترم هيشجعه باستماته عشان نادي الزمالك ان شاء الله ياخد بطوله الكونفدراليه الافريقيه للسنه الثانيه. طبعا هنتمنى ان شاء الله التوفيق، او للمره الثانيه نتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. المفارقه المهمه جدا ان نادي نهضه بركان على ملعب البلدي اللي هو الملعب في قلب مدينه بركان يا جماعه 43 مباراه بدون هزيمه.
فريق بقى له 8 سنين او 7 سنين ما بيتغلبش على ارضه في البطوله الافريقيه، فده رقم كبير جدا. وتاني مره يكسب نادي الزمالك، بس ان شاء الله الغلبه لنادي الزمالك، فرق الجول ده سهل جدا، ان شاء الله نادي الزمالك يقدر ياخد البطوله بشكل مميز جدا. عواد لازم يشد حيله شويه، حسام عبد المجيد لازم يلعب اسرع من كده عشان في دفعات وغلطات كتير جدا بالنسبه لبطئه وبطء الريتم بتاعه. ف يعني المتميز جوزيه جوميز محتاج يفوق الفرقه شويه. النهارده كنت عايز اتكلم كمان ان الربع ساعه الاولى السيناريو ما كانش مظبوط بالنسبه لجوزيه جوميز. الميزه في نادي الزمالك ان بعد 2-0 الحمد لله قدر يتماسك، قدر ما يخشش فيه اكتر من كده، وقدر يجيب جول ولا اروع، وضيع اكتر من هجمه مميزه في نادي الزمالك، تقريبا استحواذ الشوط الثاني على كل ارجاء المباراه. فمباراه من وجهه نظري بالنسبه لنادي الزمالك مقبوله او فوق المتوسطه او جيده، ان شاء الله يعوض في ان شاء الله في استاد القاهره الاسبوع القادم. فكل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. على الصعيد الاخر بقى النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده حرب قرويه بمعنى الكلمة، عنده مباراة صعبة جدا 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 يوم السبت القادم مع طبعا نادي الترجي التونسي في ملعب رادس. طبعا الحمد لله ملعب رادس وشه خير دايما على النادي الاهلي، النادي الاهلي كسب الترجي اكتر من مرة على ملعب رادس، الغلبة الحمد لله للنادي الاهلي على ملعب رادس دايما الحمد لله بيعمل نتيجة ايجابية ونتيجة متميزة جدا، كسب اكتر من مرة نادي الترجي على ملعب رادس. فكل التوفيق للنادي الاهلي. هقول لك التشكيل متوقع من وجهة نظري في حالة جاهزية ال11 اللي هقول لك عليهم. مصطفى شوبير في حراسة المرمى والشناوي يعود الاحتياطي. شوبير في حراسة المرمى كجول كيبر، اتنين كسنتر باك او سيرد باك. المتولي لازم، متولي هايل جدا في طريقة البيلد اب او بناية الهجمة، وطبعا جنبه محمد عبد المنعم. الاتنين اللي على الاطراف طبعا بالتأكيد باك رايت محمد الدهاني، باك ليفت علي معلول. ثلاثة في نص الملعب لا غنى عن مروان عطية وانت مغمض، لا غنى عن اكرم توفيق، لا غنى عن امام عاشور. فدول التلاتة اللي انا شايفه من توليفك كويس. ممكن اكرم يقعد دكه ويلعب كوكا. الثلاثه بقى في الخط الامامي، الثلاثه دول ثابتين من غير نقاش، تارجت مان او كراس حربه اسامه ابو علي ناحيه اليمين كوينج رايت متميز جدا بيرسي، وناحيه الشمال حسين الشحات. هيبقى عندك على الدكه كهربا ورضا سليم مفتاحين لعب مميزين بشكل مميز، هيبقى عندك السوليه، هيبقى عندك كوكا، هيبقى عندك اكثر من لاعب متميز ممكن يبقى له دور بالنسبه للمباراه. فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. المباراه صعبه جدا، المباراه قويه جدا، ده انا شايفه ابرز 11 واجهز 11 ان شاء الله يكونوا جاهزين للمباراه دي. حاجه الحاجه اللي عايز اتكلم فيها بالنسبه للنادي الاهلي يا جماعه، مارسيل كولر. مارسيل كولر في غربله في الفرقه بعد عوده نهائي دوري ابطال افريقيا. مارسيل كولر هيقعد مع امير توفيق، حسام غالي، خالد بيبو، سامي قمصان، وكابتن محمود الخطيب، ولجنه التخطيط. هتكلم على المستبعدين. انا قلت لحضراتكم خمسه من اللعيبه اللي هتستبعد او هترحل السنه القادمه على السريع، اقولهم لك: طاهر وقفشه وموديست وخالد عبد الفتاح وطبعا محمد مجدي قفشه. نقولهم تاني يا جماعه: طاهر، قفشه، خالد عبد الفتاح، محمد الضي كريستو، وانتوني موديست، ومحمود الزنفلي. ست لعيبه رسميا خارج النادي الاهلي الموسم القادم. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق للنادي الزمالك، واحلى مساك يا مصريين.